اعطيني فيديو رقم واحد. احبس 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 احبس. هذا الاستاذ العربي زيطوط رانا نتبعوا فيه، انا نهضر على نفسي تبع فيه، وانا قلنا نحترموا كاع الناس، ولكن كاين حدود. راك عميتها يا سي زيطوط، راك عميتها. روح الفيديو الاول واش قلت. بكل تاكيد التصعيد مع نهايه اوت، اذا لم يستمعوا ولم يكن هناك قرارات حاسمه في خدمه الشعب، فانا راني قاعد نشوف الاراء كلها تكاد تكون مقتنعه بالتصعيد في نهايه اوت. ولذلك انا نشوف للناس اللي خاصه اللي راهم في الخارج واللي العيد هذه المره وجاي لهم 11 اوت، يعني انا انصحهم بان يغادروا قبل 25 اوت 28 اوت من الاحسن، يعني لان عندهم اولادهم وعندهم مدارس ما عندهم، لانه على الارجح انه مع نهايه اوت اذا بقات الاوضاع هاك واذا كان راي الشعب هو هاك راح تتبلو في البلاد. هنا بالصيف قال لكم باللي راه اوت راح تتخلط، والجماعه اللي راهي رايحه تعقب العيد وتصوم غير غصبوا خرجوا متزين راح تتخلط. امسوا زيطوط عقب عود وما كان والو، سي عقبنا نورمال الصيف نورمال عادي. زيد هذه وحده، انا نقول انا نقول لك باللي راني ما فهمت والو، ما فهمت والو. زيد يا جماعه بصح بصح يا جماعه، انا راني نهضر مع العربي زيطوط، ما كان لا كاين ناس يحبوا يلعبوها ويحلوا فهمهم، ما عنديش الوقت نهضر معكم، راني نهضر مع مسيو زيطوط. اعطيني الفيديو نمبر 2. وصلت الى حد إيه؟ القول من ان إيه؟ صار صدام امس إيه؟ بين الجنرالات. احبس. قال لك البارح خلاف بين الجنرالات ايه؟ انه الحقيقه قتل إيه؟ ولم يموت. قلت ان ابو عز وجل سيتحكم. قال لك قتل ولم يموت، وكيش قول ذهب ولم يعد. روح. وبالفعل المعلومات التي لدي تقول ان ابو عز وسيني قد خضع لتحقيق شديد من المخابرات العسكريه وانه في قمه جبريه. هناك من يقول انه نقل الى السجن قبل يومين. هنا يمسي زيطوط، زيطوط وش قال؟ قال لك الوسيني ابو عزة اللي راه مدير الامن الداخلي، يقول سي زيطوط باللي خلاص عنده معلومات مؤكده رسميه سورس اوفيسيال باللي راح وقبر وراح وراح. يا سيدي حتى في الجنازه تاع عمنا صالح الله يرحمه نشوف هو الزيني بوعزة يدور في وسط الشعب نورمال. ومن بعد الاول البارح المجلس الاعلى للامن بقياده الرئيس الاخ عبد المجيد تبون، اعطيني الفيديو. يا زيطوط هاو 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 الرئيس تبون هاو 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 سي شنقري ها اللواء شنقري ها ها بزح بزح قبلها قبلها ها هاونيك بنجود وزير الداخليه بالنيابه، هاونيك بوعزة الوسيني هاو في المجلس الاعلى للامن. كيف تقول النايب العامي؟ قلت لك راك دوختني هبلتني وهبلت قطعه معاك، كاين ناس راهم يتبعوا بك راك هبلتنا. هاوليك وسيني كيف تقول لنا؟ كيف تقول لنا في عود راح تخلع وما خلعتش؟ كيف تقول لنا وسيني راح تداوه هو هاوليك يقول لنا بس عليه يتنعم؟ روح اسيدي زيدني فيديو واحد اخر. زيد ساعتي الجزع ساعتي احبس 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 احبس. هنا الاستاذ العربي زيطوط واش قال؟ يا ودي عنده فيديوهات بزاف، انا غير جبت له ربعه باش نبين لكم باللي السيد راه خلاص فلت وراح يفلتني معاه. سبحان الله العظيم. هنا واش قال؟ قال لك انا راني جاي حراق في البوطي، ونقابر هذاك البوطي اللي يجي يجيب الحراقه في الروتوكي واللي فارغ نجي معاه. سمعوا بوذنيك مسي ها اسمع. انا ساعتي الجزر ايه ساعتي عبر الحدود التونسيه ايه تونس غير ما تروحش، تونس غير ما تروحش. راه قال لي عماد غيقول له ما تروحش، راه يقول لك عماد خي ما تدورش من جهه تونس. زيد الماليه عبر الحدود النيجيريه عبر إيه؟ اي حدود إيه؟ استطيع ان ادخل منها حرام. او حتى اذا لازم الامر سياتي بالبوطي من ايطاليا ومن اسبانيا. بوطي ما نحتاج لا تاشيره ولا دخول ولا حتى والو ولا باسبور ولا والو. نروح هناك البوطي اللي يجيب حراقين جزائريين في اسبانيا نقول له دير لي الروتور وما يستفيد، لانه مال يروح فارغ. وكاين حتى بعض الاصدقاء قالوا نروحوا مع بعض. يروحوا مع بعض، ايه جيب معاك جماعه. سيدي رانا استنيناك باش تجي، ما جيت لا في البوطي لا في الفيزا لا من مالي لا من عين قزام لا من الدبداب لا من بوشبكه لا من بوكانون لا من الغزوات، ما جيت من دلس ما جيت مع حتى براس. يا ابن عمي ها شويه انا ها شويه انا ويكتا هدرت انا ويكتا مخي حبس. كيما يا ابن عمي تقول لنا احنا الفريق الاشد الزعيم قايد صالح دفناه. انا حضرت الجنة نهضر على نفسي والله غير بايت في الجبانه للصباح
حضرنا الجنازة تاع واسي ودفنا احنا والعائلة ولادو والعائلة والجزائريين كاع والقيادات السياسية في البلاد والإعلام والقيادات العسكرية والأمنية والسفارة العالم كاع يشوف على المباشر. تجي انت تقول لنا ما ماتش هربوا داو لدبي. اعطيني هناك طبعا من يشكك في موت قايد صالح بن قوسين. هناك من يقول انه اصلا لم يمت وقد تم تهريبه على الارجح الى يا جماعه انا على الشيطان يا جماعه انا على بالي كاين الناس ما يعجبهمش الكلام ولكن هذه حقيقه يا جماعه. المعارضه نورمال حاجه عاديه ظاهره صحيه الجماعه المعارضه كيديروها ديروها باخلاق وصدق ماشي بالكذب ماشي تغلطوا الناس ماشي تكذبوا على الناس. كاين ناس معارضين في الخارج وفي الداخل شرافه ويحبوا البلاد وما دينهم ضرهم قلبهم على البلاد ولكن ماشي بهذه الطريقه. اقلع على الله يهدينا وخلاص اقلع